أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدني العقيد جمال الفودري أن الطرق التي ما زالت مغلقة إلى الآن هي نفق المنقف على خط الفحيحيل ودائري السابع وبعض الطرق الفرعية. وقال الفودري إن الدفاع المدني يعمل على عودة فتح الطرق في الساعات المقبلة، بالإضافة إلى نفق المنقف الذي سيعاد فتحه تقريبا في الساعة 6 من مساء اليوم. إذن مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل وائل الحويدر، مراسل تلفزيون دولة الكويت من جسر المنقف. أهلا بك معي وائل، بعد التحية أخبرني كيف ترصد لنا الصورة من حولك بشأن حركة المرور في هذه المنطقة. تفضل وائل. أهلا وسهلا بكم، وكل الشكر والتقدير لجميع الجهود التي تستمر في توفير كافة الإمكانيات لفتح جميع الطرق التي تضررت من الأمطار. ولله الحمد، يعني قبل قليل تفضلتم أن الدفاع المدني والجهات المسؤولة أعلنت أن جسر المنقف بالتحديد إن شاء الله راح يفتح الساعة 6 مساء، ولكن لله الحمد مع تضافر الجهود والعمل على قدم وساق، لله الحمد نبشر أهالي منطقة المنقف والفحيحيل وجميع من يعبر على نفق المنقف والصباحية أن تم فتح النفق ولله الحمد بشكل كامل وتام ودون وجود أي معدات، إلا بقية المعدات إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله تقوم الجهات المعنية بإزالة بعض المعدات، ونتمنى السلامة للجميع. كذلك نوجه الشكر إلى جميع الجهات والوزارات والهيئات التي عملت على مدار الساعة لدعم ومساندة أخواننا من وزارة الداخلية وكذلك هيئة الطرق في شأن فتح الطرق. ولله الحمد كما ترون جسر المنقف الآن يعني يعبرون فيه المراكب بكل أريحية، ولا يوجد أي توقف سواء من الدوار أو في الخط السريع، ونتمنى السلامة للجميع وشكرا لجميع الجهود. الحويدر، مراسل تلفزيون دولة الكويت من نفق المنقف، كل الشكر لك.